أحلى مساء على الناس الكويسة من قناتكم زي الكتاب في عالم الكلاب. فيديو النهاردة عن كلب البوكسر أو الكلب الملاكم، وخليك معايا لآخر الفيديو عشان أنا جاي في الفيديو ده أصحح لك مفاهيم كتير عن كلب البوكسر لو أنت حابب إنك تشتري أو تربي السلالة دي، لأن في فيديوهات بمعلومات غلط أو ناقصة كتير عن السلالة دي على اليوتيوب ومن قنوات كبيرة وبالذات في المحتوى العربي، فركز معايا في الفيديو ده كويس. البوكسر كلب ألماني وتم إنتاجه بتهجين البولين بزير، وده نوع من أنواع الماستف اللي كانت موجودة في ألمانيا في القرن الـ18 واللي انقرضت حاليا مع البلدوج الإنجليزي القديم أو الأولد إنجليش بولدوج، وده غير الإنجليش بولدوج الموجود حاليا. السلالة دي اتعملت في الأساس عشان مصارعة التيران اللي كانت مشهورة بيها البلاد الأوروبية في القرون اللي فاتت، وبعد كده استخدموا السلالة دي في الحراسة لأن حسها الأمني عالي وبتنبح على طول أول ما بتحس بتغيير في رتم أصوات البيئة المحيطة بيها. الكلب ده اتسمى بالاسم ده لسببين هما كالتالي: السبب الأول هو إن مكان مناخيره بالنسبة لكتلة البوز بيكون شبه جلافز الملاكم. السبب الثاني هو ان فعلا الكلب ده بيستخدم رجليه القدامانيين في الهجوم على عكس السلالات التانية، بمعنى ان السلالات التانية بتستخدم رجولها القدامانية في الهجوم لتثبيت الفريسة او الخصم، اما بانهم بيحضنوها برجولهم او بيضغطوا عليها برجولهم، لكن الكلب ده فعليا بيضرب برجول القدامانية، والكلام ده على عكس بعض الفيديوهات اللي موجودة على اليوتيوب. نيجي لمواصفات السلالة دي. كلب البوكسر كلب متوسط الحجم، فالذكر فيه بيوصل ارتفاعه 61 سنتي ووزنه بيكون من 30 ل 35 كيلو جرام، والنتاية ارتفاعها بيوصل ل 56 سنتي ووزنها بيكون من 22 ل 30 كيلو جرام. كلب البوكسر كلب وشه مربع، لما تبص لوش الكلب مباشرة من قدام وراسه عريضة وبيكون بقورة، وراسه من فوق بتكون مسطحة، وبوز الكلب بيشكل تلت حجم جمجمته. كلب البوكسر عينيه على شكل دايرة، والأفضل إن لون نن عينيه يكون مالي فراغ العين، والعين بتكون بني غامق أو عسلي. غير كده ابعد عن الكلب ده. كلب البوكسر فكه السفلي بيكون أكبر من الفك العلوي، فتحس إن بوز الكلب قالب لفوق، وخد بالك إن الفكين بيقفلوا مع بعض بشكل كويس ومفيش أنياب بتكون باينة وكلب قافل بقه، انما جو الفامبايرز وتلاقي ناب او نابين طالعين من بق الكلب وهو قافل بقه، ده حاول تبعد عنه لانه بيكون عيب جمالي في الكلب. كلب البوكسر ودانه بتكون نايمة على جنبين الراس وبتوصل لخدود الكلب، وفي ناس بتقصهم هم والديل عشان يدوا شكل جمالي اكتر للكلب، لكن صراحة انا عن نفسي مرجحش الموضوع ده عموما في اي نوع من انواع الكلاب وخصوصا في البوكسر، لان راس البوكسر اصلا صغيرة مش كبيرة، ومع قص الودان بتصغر اكتر، فالكلب شكله بيبقى فيه حاجة مش مظبوطة الصراحة. كلب البوكسر كلب رياضي ومربع، بمعنى ان ارتفاعه بيساوي طوله، ورقبته عضلية وصدره عريض وساقط، وجسمه مسلوب ناحية الوسط، بمعنى ان وسط الكلب بيكون رفيع، وكتلته العضلية بتكون باينة وملحوظة بالذات اثناء حركة الكلب. كلب البوكسر ظهره بيكون مستقيم ومايل لتحت في اتجاه الديل لما تبص للكلب من الجنب، وبتحس في وقفته بفخامة الكلب، وعرقيب الكلب ده بتكون واقفة على الارض، والرجلين اللي ورا يكونوا بعيد عن جسم الكلب وهو واقف، انما ان الكلب تلاقي رقبته مدلدلة وعينيه نايمة وتحس ان الكلب عيان، فابعد عن الكلب ده برضه. كلب البوكسر كفوفه بتكون متوسطة الحجم وموازية لاتجاه جسم الكلب ومتوجهة كلها لقدام، غير كده ابعد برضو عن الكلب ده. بطن انتهية البوكسر بتشيل من جروين لعشر جراوي. الوان البوكسر متنوعة، فمنه البرندل والفون والابيض، وده تبعد عنه عشان مش بيدخل مسابقات ومشاكله الصحية كتير جدا. نيجي لمميزات كلب البوكسر. البوكسر كلب رياضي ونشيط وممتاز جدا لو انت بتحب تجري وتمارس الرياضة بشكل يومي. البوكسر كلب حسه الامن عالي، فشغال في الحراسة كويس جدا. البوكسر كلب شعره قصير ومش بيوقع شعر كتير، فبالتالي سهل التنظيف ومش بياخد وقت في التنظيف. البوكسر كلب شجاع جدا ومش بيخاف في العادي لو الكلب متزن نفسيا، وسهل جدا انه يموت في سبيل انه يدافع عن صاحبه وعن عيلته.
البوكسر كلب آمن مع الأطفال وبيحب اللعب معاهم لأنه أصلا بيحب اللعب بشكل عام ويجري ويتنطط، لكن بسبب قوة جسمه وحركته السريعة فبقولك ما تسيبش الكلب ده لوحده مع أطفال أو حيوانات صغيرة. البوكسر كلب عيلة في المجمل وودود مع أفراد العيلة. البوكسر كلب ذكي جدا وسهل التدريب. عيوب الكلب ده بقى كالآتي: البوكسر كلب عدائي جدا ناحية الحيوانات الغريبة عنه وبالذات الأصغر منه، والعدائية دي بتقل ناحية البشر شوية، فبالتالي لازم تنشئة اجتماعية كويسة جدا للكلب ده من وهو صغير. خد بالك ان البوكسر كلب مسجل 74 حالة هجوم مؤدية لأضرار جسمانية و9 حالات وفاة و37 حالة تشويه في 30 سنة اللي فاتوا في أمريكا فقط، وبيندرج كتامن أخطر كلاب مسببة لهجوم على البشر. البوكسر كلب مهايبر وبيحتاج إنك تجريه يوميا لوقت ما يقلش عن نص ساعة يوميا عشان تفرغ طاقته وما تشوفش منه العجب العجاب. البوكسر كلب بينبح كتير لأن زي ما قلتلك إنه مهايبر، وأي تغيير في الأصوات المحيطة بيه بيفرق معاه جدا، فانت هتتزاول معاه شوية. كلب البوكسر بيوقع لعاب بشكل ملحوظ وأحيانا بيكون كتير بالنسبة لبعض الكلاب اللي بوزها بيكون كبير شوية. كلب البوكسر مشاكله الصحية كتير زي السرطانات وأمراض القلب والعظم وتشوه مفصل الفخذ. كلب البوكسر عنيد على الرغم من إنه ذكي وسهل التدريب، فمحتاج صبر وإنك تكون فاهم بتتعامل معاه إزاي. كلب البوكسر كلب مزيكا، بمعنى إنه بيطلع أصوات من كل حتة تقريبا، فبيهوى وهو صاحي وبيشخر وهو نايم وبيلهث بصوت مسموع، والمشكلة الأكبر إنه ممكن يديك واحدة فض اشتباكات وانت مش واخد بالك يعميك فيها. خد بالك إن قوة عضة كلب البوكسر هي 16.17 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. لو عجبك الفيديو ولسه ما اشتركتش في القناة فياريت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتضغط على الكل عشان توصلك اشعارات الحلقات الجديدة. والله عليك لو اتفرجت على الفيديوهات اللي فاتت صدقني هتستفاد جدا، ويا سلام بقى لو عملت لايك للفيديو فده هيكون شيء عظيم جدا، والعظمة بزيادة انك تقول لي رأيك في التعليقات. الاعظم من ده كله بقى انك تشير الفيديو مع صحابك اللي مهتمين بالكلاب عشان الفايدة تكبر والناس تعرف انواع الكلاب. أشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.